بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. الحقيقة خلال الساعات اللي فاتت في مجازر متواصلة في شمال قطاع غزة تحديدا في منطقة مخيم جباليا والمحيط اللي حواليها، القوات الاحتلال بتحاول أنها تدخل المنطقة وبتقصف قصف عشوائي حتى طال مدارس يعني بيسكن فيها النازحين، وأي شيء بيتحرك في الشوارع أو شيء. الحقيقة مجازر يعني، وأنا بتكلم مع الشيخ عصام قبل الحلقة عن هذا الموضوع قال لي يعني مجازر كل يوم، يعني فعلا مجازر كل يوم للأسف، وده شيء يعني برضو مش هيخلينا نبطل نتكلم عن هذا الأمر، لأن ده أمر مهم، هو يعني لربما هو واجب الوقت وفريضة الوقت الآن نتكلم عن أهلنا في غزة وعما يحدث هناك. والحقيقة مش بعيدة عن اللي بيحصل في شمال غزة، هو مسألة استخدام الدين من قبل قادة الاحتلال في هذه الحرب. يعني سمعنا مقتطفات بتقتطع من التوراة بتقال في خطابات سياسية، وأخيرا في تسمية جديدة سماها نتنياهو لهذه الحرب بيربطها بيوم القيامة، بسميها حرب يوم القيامة أو ما إلى ذلك. فخلينا نتكلم عن مسألة هذه الحرب، هل استخدم فيها الدين كسلاح أو كدعاية من قبل الاحتلال أم لا؟ خلينا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عصام تلينا من علماء الأزهر الشريف. مرحبا بك دكتور. أهلا بك دكتور. طبعا دكتور يعني بداية يعني قبل أن ندخل في الموضوع، بس يعني يعني نتمنى ان شاء الله الشفاء ليوسف باذن الله، ربنا يتم شفاعه على خير. احنا كلنا اهل يعني، وطبعا ساده المشاهدين اهلنا ايضا، فان شاء الله يدعو ليوسف بتمام شفاء ابن الدكتور عصام. ان شاء الله ربنا يتم شفاعه على خير يا رب دكتور. اللهم امين. اللهم امين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، وبعد يعني طبعا الام اخواننا في غزه. انا طبعا يعني لم أكتب عن موضوع ابني بعد عام كامل، لأني الحقيقة كنت دائما يعني أنظر باحتقار إلى ما نحن فيه من بلاء، مش احتقار يعني تعالي، بأن ما عندنا قليل مقابل ما يصيب أهلنا في غزة، وبننظر لناس اللي بخمسين من أهله واللي سبعين واللي علب الكم بتمحى واللي كذا مع عدم الأمان مع. فطبعا كان بالنسبه لنا مساله الواحد ان يتكلم عن مرض ابنه الكانسر ونوع نادر من الكانسر للاسف يعني، وعدم استجابه للعلاج، الواحد بيقارن في انه يعني في علاج في مستشفى في كذا، وان كان في مرض وفي عدم استجابه للعلاج، لكن كان يخلي الواحد صامت في انه يعني ينظر لبلائه على انه ولا حاجه جنب بلاءات الناس. وجعلنا نشعر يعني بأن ربنا يرفع معانهم، وده أيضا يعد من فضل أهل غزة علينا، من فضل أهل غزة أصبحت ابتلاءاتنا تهون ونصبر ونراها لطفا كبيرا من الله، والله دائما لطيف بعباده يعني. سبحان الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى، نحن ندعو لهم ويدعون لنا، ونسأل أهل النضال وأهل الابتلاء في غزة يدعو لنا بالشفاء ويدعو لنا بالثبات والصبر على بلاء الله وكل ما يكون في من ابتلاء بعيد عن دين الإنسان. هين النبي عليه الصلاة والسلام، الواحد لما بيتأمل حديثه في يوم الطائف حينما تطاول عليه السفهاء والسفهاء إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، يعني كلمة صعبة جدا، مين اللي بيقولها؟ سبحان الله. صلى الله عليه وسلم. يعني لو قالها واحد زينا واحد زي حالتنا وارد ربنا يغضب علينا، احنا بنفعل ما يغضب الله، وما يعني كلنا بلا استثناء نعصي الله سبحانه وتعالى أيا كانت المعاصي صغيرة أو كبيرة، لكن أن تخرج من محمد صلى الله عليه وسلم الكلمة مسألة صعبة، يعني ما من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أيوة. مسألة طبعا الحقيقة الواحد دائما يتمثلها، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي يا رب. كل يعني إذاءات الخلق والبشر وكل بلاءات الدنيا لا قيمة لها مقابل أن يكون البلاء في الدين، يعني هذه كارثة لا عوض لها. الصحة ربنا يعوض بيها الأجر، المال يعوض بيها القناعة، أي شيء الشهرة يعوض بها الأمان النفسي الذي تعيشه، لكن فقدان الدين فقدان صلة الإنسان بربه هذا يعني أعظم وأفدح الخسائر لدى الإنسان. خلاص الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن الجميع البلاء. اللهم أمين يا رب. أما الحديث أن عدونا يعني يستخدم الدين، هو ده شيء طبيعي، ده كان من أساسه من ساسه إلى رأسه.
من قرن رأسي إلى أخمص قدمي يتاجر بالدين، التجارة الحقيقية يعني الاسم نفسه إسرائيل، اسم سيدنا يعقوب، اسم دين. العلم نجم داود، مين داود؟ ده سيدنا داود نبي. الهيكل يقول لك هيكل سليمان. الأرض أرض الميعاد. طيب اشمعنا أرض الميعاد؟ اشمعنا فلسطين ترتبوها؟ كان معروض عليهم أرض في البرازيل، يروحوا البرازيل، يروحوا الأرجنتين، يروحوا إثيوبيا، يروحوا، متخيل كل دي عروض؟ قال لا، لابد من شيء يكذب المواطن اليهودي. إنه يهودي في العالم عشان ييجوا نعمل دولة الصهيونية، لازم شيء ديني، شيء ديني بأرض الميعاد. فجاءوا إلى أرض لم يدخلوها منذ سنين عددة، قرون، إلا يعني بيزوروا، وبعض المواطنين اليهود اللي هم عايشين في كرم العرب والمسلمين. ماذا عن استخدموا ذلك؟ إسحاق رابين لما أراد أن يوافق على اتفاق غزة أريع اللي كان فيه يعني الاتفاق المعروف اللي في أوسلو، لما هوجم من المتعصبين الصهاينة قال لهم لا ده أنا وقالوا طب اتفرط في الحلم التوراتي، قال لهم لا ده أنا بنفذ التوراة، وأخرج لهم الأستاذ طارق نصا من التوراة يمنع أن هم يسكنوا في أريحة، أريحة ملعون ساكنها، مش عارف من إيه يسكن فيها، لا يزوج بكر ويفقد ولده. تخيل حتى الحتة اللي قد كده اللي سابها لك، سابها لك بنص. يعني فمسألة إن ليه بنقول الكلام ده؟ لأن بيطلع لنا ناس يعني صهاينة عرب يدعوا التنوير وغيره، تشوف أسماء ما لهاش حصر. لا لا أنتوا ما تدينوش الصراع. طب يا عم أنا ما دينتوش، سموه الناس طوفان الأقصى، ما سماهوش بقى النصر المبين، ما سماهوش سورة الفتح، طب من حقه. طيب العدو يسميها إيه؟ سلاسل الحديد. وكان مسميها السيوف الحديدية. السيوف الأسف، السيوف الحديدية. طيب ما هو الاسم نفسه ايه؟ في حد بيحارب بالسيوف النهارده؟ لا. ما سمهاش ليه المركافة الحديدية؟ ما سمهاش ليه F-16 الحديدية؟ ومن كل دي هي السيوف المعاصرة. هو النهارده نتنياهو الجيش الصهيوني بيحارب بسيف؟ في سيف بتشوفه؟ طب ابدا. انما ده له دلاله دينيه. طيب اللي زمان هيكل محمد حسين هيكل بيتكلم يعني يا جماعه المملكه العربيه السعوديه، مساله ان يبقى في سيف كده ولا اله الا الله محمد رسول على العلم، مساله مفزعه للغرب وتخيف ودلاله. ف احد اللي كانوا بيشكروا الاستاذ فهمي ودي كان قاعد في اللقاء ده، كان لقاء تلفزيوني، قالوا طيب ما العالم البلد الفلانيه فيه سيف، وعالم البلد الفلانيه جات على السيف اللي عند السعوديه. يعني مساله طبعا ليه دايما الدين في بلادنا يراد له الاقصاء، وغيرنا لما يتمسك به نحترمه. يعني خليني المشهد المفارقه الغريبه العجيبه، لما يجي لنا واحد ولا واحده على صدرها صليب عادي، لا عشان بس ما تقولش ان احنا ندعو للطائفيه ولا ضد الطيب، مسلمه لابسه سلسله على صدرها فيها مصحف، ايه ام التناطق؟ القران ده يبقى في القلب يا اخي. يا سلام، هي عندها في القلب وعندك انت ذاك وجع قلبك؟ يعني ايه المسخره دي؟ نفس الحاله من شو كام يوم طالع ابراهيم عيسى ان وجود اسماء خالد بن الوليد وقصصهم وعقبه بن نافع بيغرس في الناس روح الحرب واللي كذا. طيب اللي نتنياهو يسميها السوف الحديديه القديم، والجديد عايز يسميها ايه؟ حرب القيام، كلمه حرب اهي. اللي الاسلام عندنا النبي عليه الصلاه والسلام والاسلام في نصوصه يكره كلمه الحرب. النبي عليه الصلاه والسلام لما سن علي انجب الحسن سألوا ما تريد ان تسميه؟ قال اريد ان اسميه حرب. حرب سن علي مقاتل حامل، يبقى ايه؟ عنده
ابن حرب، يبقى حرب ابن علي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ سميه الحسن. سميه ايه؟ الحسن. حسن. اه. لما أنجب الحسين رضي الله عن الجميع يا رب، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تسميه؟ سميه ايه؟ قال سميه حرب. يعني المسألة مسيطرة على ايه؟ على فكرة في الاسم. قال بل سميه الحسين. ما شاء الله. لما جه خلف الثالث، الناس ما تعرفش الحسن والحسين في ثالث بالمناسبة. اه. اسمه محسن. والله الحكايه دي عن سيدنا علي رضي الله عنه. طب السيد ده توفى وهو صغير دكتور ولا ولا عاش يعني؟ صغيرا. نعم توفي صغيرا. اي نعم. فالنبي سماه، قال برضه سيدنا حرب، قال بل سميه محسنا. شوف الاسماء، حسن حسين محسن. ما شاء الله. يعني الحسن والاحسان والحسن. الشاهد رافض الكلمه. حتى مجرد الاسماء مش معناها حبل. اولا ما نكرهوش اذا فرض علينا. إن خلاص هو كان بيقول لا تتمنوا، صلى الله عليه وسلم، لا تتمنوا لقاء العدو ولكن إذا لقيتم فاثبتوا. كذلك لما أراد إن هو يشرب لبنا طلب من حد يحلب الشاة، تعالوا ما اسمك؟ قال له مرة. قال له لا. فين اللي بعد ما اسمك؟ قال حرب. قال له فين؟ ثالث ما اسمك؟ قال يعيش. قال أنت. الأسماء لها دلالات يعني. طبعا. ولما قابل الحزن اللي هو جد سيدنا سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب جده اسمه حزن، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله ما اسمه؟ قال حزن. فقال له صلى الله عليه وسلم بل سهلا إن شاء الله. حزن يعني صعب، مش حزن. أيوه. حزن يعني الحزن المعروف النكد، حزن يعني الصعب اللي هو الحديث اللهم لا 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 سهل الا ما شاء، فانت تشاء ان تجعل الحزن سهلا. نعم. قال له ما قال حزن. حزن. قال حزن. قال بل سهلا ان شاء الله. غيره. الراجل قال له، قال له والله لا اغير اسما سمانيه ابي. قال حزن. سيدنا سلمان فيقول فلا زال في عائلتنا الان الحزن، فينا صعوب. فينا ايه؟ صعوبه يعني. ان تغيير الاسم يبقى له دلاله يعني. الشاهد من ده النبي عليه الصلاه والسلام الاسلام حتى كلمه الحرب ما بيحبهاش. ده صلح الحديبيه سمي فتحا. فتح مكه النصوص فيها مش فتح. نص اذا جاء نصر الله والفتح. خلاص؟ انما جاء عند السلم الصلح وسماه ايه؟ غزو بدر. سماه نصر، لقد نصركم الله. لكن الفتح بالمعنى اللي مقصود بايه؟ ان ليس النصر والفتح فقط عند الانتصار في المعارك، بل ايضا عند حقن الدماء هو اولى. ده نصر وفتح، بس لما بيكون بدون دماء افضل. زي فتح مكه، فتحت مكه صلحا، ما فتحتش بحرب، ما حصلش فيها حرب. زي فتح مكه. اذا الإسلام لا يتشوف إلى إراقة الدماء، بل يتشوف إلى حقن الدماء وإلى صيانة الأعمار والناس. مقابل النصوص التوراتية لا، إذا حاصرت حصنا فاجبر أهله، إذا دخلت فاقتل الحجر والشجر والبقرة والبشر، ما خلاش. واللي يستسلم يكون له إيه؟ يعني عبيد، ويقتل من يشاء. اللي هو النهارده نتنياهو بيستدل بالنصوص التوراتية. طيب النهارده لما تيجي تستدل في امور بالقران والحياه والمعارك، يطلع لك هؤلاء المغفلون يقول لك مال القران وسياسه الحياه والدنيا، مال القران والحروب، ان في كل دول العالم في حاجه اسمها الشؤون المعنويه. ايه الشؤون المعنويه؟ بتعمل ايه؟ بتبحث عن رفع معنويات الجنود بايه؟ بمحاضرات، بتنمية بشرية، بتقوية الوازع الوطني والدين في كل مكان. عند في السجون ليه دايما في واعظ قسيس أو شيخ أو رجل الدين اللي عندهم؟ ليه؟ عشان السجن ما بيعلمش الإنسان التوبة لوحده،
السجن المفروض ان بتخش انت حته صبي بتطلع قتال قتل حرام كبير، انت قابلت بقيه المعلمين الكبار، فلازم جانب نفسي وتاهيلي ومنه الجانب الديني، فده جانب مهم. النهارده سحب الدين والايمان من المعركه خلل. 6 اكتوبر التي انتصرنا فيها على الصهاينه ان شعرنا هي الله اكبر، حرب العاشر من رمضان لما قلنا في 67 شعرنا بحر بر جو، ولا انتصرنا في بحر ولا في بر ولا في جو. وكان ساعتها اللي ذلك طلعوا جمله الشيخ الشعراوي وانتزعوها من سياقها. الشيخ الشعراوي قال انا سجدت يوم نكسه 67 لان لو انتصرنا كان معناها سنتمادى في المحاربه لمنهج الله. وابراهيم عيسى من ضمنهم، هذه الخيانه ومش عارف ايه والتنطع والتطرف وكذا. بينما الحقيقه كان الشيخ الشعراوي الله يرحمه دي كلمه كتبها والقيت امام نائب رئيس الجمهوريه على لسان شيخ الازهر في هذا التوقيت، شيخ حسن مامون الله يرحمه. ومع ذلك هو اصل كده ايه؟ ان لما بنتخلى عن منهج الله بنهزم. لما جينا في 73 والناس عادت الايمان وبدات المشايخ تذهب الى الكتائب ويعني بين الناس والجنود بدات المعنويات تتفتح. سعد الدين الشاذلي الله يرحمه احد قيادات حرب اكتوبر لما بيقول ان عمل كتاب كامل عن الجانب المعنوي للجندي المصري، كتاب مجلد من 400-500 صفحه. ليه؟ لانه ما ينفعش جندي يخش من جواه خاوي، لا لابد، والا ما يقابلك العدو بعقيده ثابته راسخه، عقيدتك فين؟ هو ده المهم. مساله طبعا دلاله على ان يا اخواننا عدونا يعني يستخدم العقيده والدين في الباطل، فالاولى ان نتمسك بها في الحق.